اهلا بيكم في برنامجنا عيون الحياه بشكل جديد، وكل شيء يخص الاسره المصريه هيكون النهارده معانا دكتوره هند فارس، استشاري علاقات اسريه. ازيك يا محمود؟ ازيك يا نجلاء؟ عامل ايه؟ اخبارك؟ الحمد لله، ان شاء الله تبقى حاله موفقه ان شاء الله يا استاذ محمود. الله. ان شاء الله. ازيك يا دكتوره هند؟ منورانا. ميرسي. منورانا يا دكتوره هند. ميرسي. ازيك يا دكتور؟ اخبار حضرتك ايه؟ تمام الحمد لله. الحمد لله. احنا النهارده بقى عايزين يا دكتوره نتكلم كده عن كل حاجة تخص الأسرة المصرية، بالنسبة للدراسة داخلة، العلاقات الأسرية ما بين الأبناء والأمهات، وهنتكلم كده بقى مع بعضنا وندردش. في البداية كده حابة أبارك لكم على اللوكيشن الجديد والمكان الجديد والبرنامج بشكل جديد. ربنا يخليك. إن شاء الله يا رب دايما موفقين ودايما في تميز ودايما في الظهر يا رب. إن شاء الله إن شاء الله. مبسوطة كتير إن أنا أول مرة أقعد معاك يا محمود. ربنا يخليك يا دكتورة. ميرسي يا دكتورة لذوقك اللي أنت شرفتينا النهاردة. دلوقتي يا دكتورة في إقبال عن دخول المدارس، وكل أم مصرية وكل بيت مصري عايز يشوف الاحتياطات والاحترازات اللي هي ممكن تقدر تكام يعني إيه تزبط بيها ابنها وهو نازل المدرسة، الاحتياطات إيه اللي هي ممكن تقدر تعمله مع ابنها في المدرسة. طيب احنا لسه فتره شويه على المدارس، مع ان في مدارس نزلت، المدارس الانترناشونال نزلت، كلها نزلت. كلها بالظبط نزلت، بس هما مدينهم تقريبا حريه الاختيار ان احنا اللي عاوز يقعد او اللي عاوز ينزل، فلسه الضغط ما بقاش كتير على المدارس، وخصوصا المدارس اللي هي فيها ناشونال وانترناشونال. تمام. لما كله هينزل في وقت واحد فدي هتبقى حاجه مش لطيفه يعني، بس ان شاء الله يا رب تبقى لطيفه لو احنا عملنا الوعي الكافي للأسرة، وبعد الأسرة هي اللي حتى يعني الوالدين هما اللي هينقلوا الوعي ده لولادهم. طب بالنسبة يعني للأم تعمل إيه الحاجات يعني بالنسبة لكورونا، إيه الاحتياطات اللي هي ممكن تحافظ بها على ابنها أو بنتها من نزولهم للمدرسة؟ تنصحي بإيه بأي أم كده؟ طيب إحنا عندنا مساحة شوية عبال ما نبتدي، وعبال يعني لسه تقريبا اسبوع او اسبوعين عبال ما هنبتدي الدراسة فعليا. تمام. فإحنا المساحة دي ممكن إن إحنا نأهل ولادنا نفسيا ازاي ان احنا ناخد احتياطاتنا جوه المدرسه. هي مش بالفرض خالص، لان لو احنا هنفرض عليهم انت لازم تخلي بالك من نفسك، لازم تبقى لابس الماسك، لازم يبقى دايما تغسل ايدك كده، الامور دي مش بتيجي، وخصوصا مع السن الصغير الاوردر ده مش بيجي خالص، مش بيسمعوا الكلام. احنا ممكن نعمل عمليه تاهيل من البيت، يعني دلوقتي كل شويه ندخل نغسل ايدينا، كل شويه لو احنا خرجنا في مكان يبقى معانا الديتول، وديتول بالنسبه للولاد صغيرين بفضله اكتر من الكحول سبراي، علشان لاني خوفا من ان هم يلعبوا مع بعض فالسبراي دي في عيونهم او كده، فاحنا دايما نخلي معاهم الديتول، دايما نخلي معاهم الوايبس والمناديل والحاجات دي دايما مجهزه معاهم. طبعا الماسك بالنسبه للصغيرين مش هينفع ان احنا نلبسهم ماسك، لان هم هيتكتموا طبعا. ففي دايما اللي هو الفيس تشايلد، هو ده افضل بكتير اللي هو الواقي يا دكتوره. بالظبط، وده كمان عشان الايموشن بتاع التيتشرز يبقوا شايفين ان هم بيتكلموا ازاي، تبقى شايفه، يبقى الطفل شايف انفعالاتها ازاي. تمام. فلازم حركه البق يبقى هم شايفين الرياكشن بتاعها وهي بتعلمهم يعني. تمام. فكل الحاجات دي احنا ممكن نعمل لهم من دلوقتي عملية تأهيلية، ان احنا نبتدي ندربهم ان احنا لو نازلين النادي نبتدي يلبسوه، نبتدي دايما ناخد بالنا ان خش اغسل ايدك، كل شوية هي تبقى ماسكة له التيتون نطهر بيه من دلوقتي، بحيث ان لما تيجي المدرسة اوريدي هو خلاص اتعود على النظام ده. بالظبط، اتعود على النظام ده. طب الدكتورة حضرتك دلوقتي اصحاب المدارس الخاصة واصحاب المدارس الحكومية والمدرسين والمديرين يعملوا ايه مع الطلبه؟ يعني الطلبه يبقوا داخلين، هل هم بقى يعني هيبداوا يعملوا معاهم اي تبعات بسبب كورونا؟ هم هيعملوا حاجات كتير قوي. لا يعني انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، يعني الطلبه احنا طبعا هينزلوا مش هيبقوا مدركين برضو، في بعض منهم صغيرين، فما حضرتك تقول لهم ايه او تقول للمدرسين ايه؟ طيب هو احنا نقدم رساله الاول نقسمهم على جزئين. تمام. ناخد الاول مديرين المدارس، مديرين المدارس عليهم لود الفترة الجاية دي علشان نحافظ على اسم مدرستنا، بجد دي نصيحة ليهم، فاحنا لازم ننظم الدنيا من دلوقتي. لازم يكون الكلاس ما بيبقاش فيه عدد كبير، لازم نقسم الفصول اللي كانت يعني مثلا زي الارت واماكن تانية كتيرة
تستغل بقى حاليا، يعني لازم تستغل الكلاس لازم يبقى مقسوم على 2 3، يعني ما يبقاش العدد كبير ويكون في تباعد ما بين الديسكات. طبعا عمليه النظافه دي حاجه مهمه جدا، والتطهير دايما للديسكات، لو الولاد نزلوا بريك لازم الدادات يخشوا يطهروا الحمامات، دي حاجه ضروريه جدا ان احنا نكون دايما مطهرينها، دايما حاطين الحاجات اللي بنطهر بيها، مش بس ميه او لوشن او حاجات زي كده او صابون او اي حاجه. لازم كمان هم يبقى عندهم وعي ان لا احنا خايفين على اولادنا، خايفين على اولادنا اولا لصحه اولادنا، لان كل صاحب مدرسه عنده طفل جوه المدرسه اوريدي ده ابنه، هو ده يكون هو ده ابني بالظبط، اولا هو ابني، والحاجه الثانيه دي سمعه مدرستي، يعني سمعه الاستثمار بتاعي. ده على المدارس الناشونال والانترناشونال. المدارس الحكوميه برضو لازم يكون في وعي كافي، مش معنى كده ان احنا هنهتم بدول هنسيب بدول، لا، في وعي كافي لازم برضو نكون مؤهلين. التأهيل ده بيجي ازاي؟ بان احنا بنعمل سبيس ما بين البريك مثلا، بدل ما كلنا كنا بننزل في وقت واحد، بدل ما كلنا بننزل في وقت واحد، لا ممكن نبقى كلاس كلاس بالظبط، يعني ممكن نقسمها، انتوا التايم بتاعكم هتنزلوا 10 دقايق مثلا ونطلع ننزل اللي بعده. فدي عمليه تنظيميه من مديرين المدارس، دي خطه لازم تتعمل، خطه لاستقبال المدارس والولاد اول لما المدارس تبدا. طبعا احنا بننشد حضرتك، طبعا اللي حضرتك بتقوليه بننشد كل اصحاب المدارس الخاصه ومدرسين ان هم يبقوا مع الطلبه اللي هم اولادهم واولادنا. بالظبط. دلوقتي يا دكتوره طلاب الجامعه دلوقتي هينزلوا، وخصوصا طلاب الثانوي هينزلوا الجامعه ويختلطوا بزمايلهم، فايه يعني تنصحيهم بايه، وايه نسبه التباعد اللي هم ممكن يتباعدوا فيها ويظبطوا دنيتهم، يعني عشان هم هيبقوا نازلين فرحانين جدا والاختلاط هيبقى ما بينهم وما بين بعضهم هيبقى كتير جدا، والبنات فرحانه اللي هي نزلت والولاد، فهيبقى الاختلاط ما بينهم وبين بعضهم. فعلا يعني طلبه ثانويه عامه بالذات اللي هم مؤهلين بقى ان هم يخشوا الجامعه، دي بالنسبه لهم حياه جديده وخطوه جديده، وبالنسبة لهم كمان يعني مرحلة انتقالية عمرية في حياتهم جديدة. أكيد طبعا. فطبعا احنا يعني للأسف ظروفكم جت كده، فاحنا لازم نتقبل الظروف، يعني أي حد دلوقتي هيلتحق بالجامعة هي الظروف مش يعني حضرتك مش على مصر بس، على العالم كله. بالظبط. يعني أنا مقدرة قد إيه فرحتكم إن احنا هندخل مجال أوسع، مجال أحسن، مجال فيه مجال اختلاط أكتر. في دايما مساحة اني ممكن اطلع المحاضرة دي وممكن ما اطلعهاش بمزاجي، يعني ما فيش فرض زي ايام المدرسة اني لا لازم بميعاد وجرس والدروس واللي احنا كنا فيه. ساعتك ده كان زمان يا دكتور، ما بقاش فيه دلوقتي. والله هي ثانوية عامة برضو كانت هلاك بصراحة السنة دي، وهم تعبوا، هم تعبوا كتير في ظل الظروف اللي احنا فيها، كان عندهم ضغط نفسي كتير جدا. فاحنا لازم نهدى كده واحنا داخلين الجامعه. انا عارفه ان انتوا حفظتكم حاجات كتيره قوي، يعني بجد بناشدكم، يعني حفظتكم حاجات كتيره، الرحلات والخروج والكلام زي كده، بس معلش هتعود، بس اهم بس حاجه لازم في التزام، لازم نخاف على صحتنا طبعا. دي اول حاجه، لازم ان احنا نخلص السكشن بتاعنا او المحاضرات بتاعتنا، وضروري جدا نروح، ما فيش داعي من الاعداد في الجامعه بوقت بزياده، لان العدد هيبقى كتير والاختلاط هيبقى اكتر، والعدد كمان كبير جدا جوه. تاني حاجه، ضروري جدا ان احنا لابسين الماسك طول الوقت، ضروري جدا، ما ينفعش ان احنا في الجامعه، غير كمان المدارس كل واحد بيبقى عنده الديسك لوحده، لكن في الجامعه في البنش فكلنا هنقعد عليه، كلنا قريبين من بعض. فيعني طب انا اسف لما قطعت حضرتك، فالطلاب الجامعه متعودين ان هم في تجمعات، وبعد ما بيخلص السكشن بتاعه بياخد شاي وواقف مع زميله، زميله واقفه مع زميلتها، فاحنا بننشد ازاي يعني، ونقول لهم ايه؟ حلو قوي الشاي دي. اهم حاجه الشاي طبعا، وقهوه بقى ونستفيد. ايوه يعني ايه، لو الكافيتيريا بتاعت الجامعه لو جت على المشروبات ماشي، مفيش مشكله، يعني تمام. المشروبات هيبقى مثلا الكوبايه اللي هنشرب فيها هي بلاستيك او كرتون، فاحنا بنرميها، فدي ما فيهاش اي مشكله، نتجنب ان احنا نشرب زي اللي انتوا حاطينها. حلوه ما شاء الله، يعني هي حلوه بس احنا لازم نتجنبها خلاص، يعني احنا نقول لهم دلوقتي دكتوره هند بتقول لكم يا جماعه اشربوا شاي في الكافيتيريا وتروحوا على طول. ولازم تروحوا على طول. ايوه نروح كفايه، يعني جت على قد شاي، لكن الاكل سوري انا اسفه بس الاكل ضروري جدا، ان احنا المرحله اللي جايه كمان مش اكل من بره خالص خالص، يا ريت نمنعه
وانا عارفه ان في ناس كتير هتزعل مني، بس بجد المرحله دي مش مرحله اكل من بره، ودايما لازم ناكل الاكل الصحي، لازم نهتم بصحتنا واحنا نازلين. الفتره دي لازم نهتم بالعسل والليمون والبرتقال، الحاجات بقى الطبيعيه اللي بتدينا مقاومه في جسمنا. واحنا داخلين على فصل الشتاء كمان بالظبط. والبرتقال دلوقتي يا دكتوره كل الموظفين يعني هيرجعوا شغلهم بطريقه طبيعيه خالص، يعني في تكدس في المواصلات في المترو، هيروحوا لاولادهم حاملين امراض الدنيا، والاولاد كمان جايين من المدرسه، فنعمل ايه بقى في الدنيا ديت؟ الدنيا كده خلاص، احنا هننتظم بقى في كل حاجه، هنشوف بقى حياتنا وننتظم. احنا انتظمنا خلاص. احنا انتظمنا فعلا، بس احنا دلوقتي في خطر جامد جدا، يعني اي اب واي ام مش هيبقوا ملتزمين هيدخلوا الفيروس لبيتهم لاولادهم وهم قاعدين، اذا كان طفل رضيع او حتى لو هو بيروح الحضانه او ما بينزلش من البيت من الاختلاط في المواصلات والكلام ده. احنا كنا واخدين فتره اللي فاتت ديت كان نسبه العماله يعني بننزل يومين في الاسبوع، ثلاث ايام في الاسبوع متقطعه، فدلوقتي خلاص احنا يعني بقت رسمي خلاص، فكل يوم لازم تنزلي. طيب بصي، احنا اي حاجه في الدنيا لو احنا تبعناها صح وكانت على وعي من الاسره ومن الابناء، اتوصلت للابناء صح، ان شاء الله ان شاء الله ربنا هو الحافظ يعني. يعني دايما لو اخذنا حذرنا صح ولو احنا اتبعنا التعليمات صح، ان شاء الله الدنيا هتمشي مظبوطه معانا. لكن طبعا ده ما يضرش ان احنا بنختلط بناس برضه، وفي حاجات وفي ناس بتبقى مقاومتها ضعيفه فممكن تبقى حامله المرض، وممكن ان لا قدر الله يحصل حاجه، بس احنا المفروض ان احنا نتبع الدنيا صح. نتبع الدنيا صح ازاي؟ ماشي، يعني احنا عايزين نوصل رساله للامهات والاباء ولكل العاملين اللي بينزلوا، يعني يتبعوا ازاي النظام؟ طب هقول لحضرتك، احنا ناخد الاسره المصريه كده، لو احنا عندنا اسره زوج وزوجه واطفال صغيرين بيروحوا مدارس، الزوج والزوجه عملنا الوعي الكافي قبل ما ننزل المدرسه الولاد وخلاص ظبطنا الدنيا معاهم وبقى عندهم وعي خلاص، احنا بقى دورنا الصبح قبل ما بننزل برضو بنعيد تاني، مهما عملنا وعي الاعاده لازم دايما نفكرهم، يعني لازم النصايح الاخيره دي قبل ما ننزل على المدرسه. دايما احنا بقى كموظفين مثلا لما نركب المترو، اكيد يعني لو هنتكلم عن الناس اللي ما عندهمش مثلا عربيات هيتنقلوا من المواصلات، دايما ما نحاولش ان احنا نمسك الحاجات المعدن، يعني نخلي دايما احتياطنا ان احنا ما نسندش على حاجه فيها، ولو صدفت وساندنا يبقى دايما عندنا كحول سبراي على طول على طول دايما ده في شنطتنا، ما يفرقناش تماما بالزبط. يعني والاطفال الصغيره زي ما قلنا الديتول جيل ده حاجه مهمه جدا، لان خطر ان احنا نديهم الكحول سبراي. دي حاجه. الحاجه الثانيه الماسكات ما بتتقلعش تماما، يعني الولاد برضو نفس القصة، هنيجي من بره بقى ضروري جدا جدا ندخل على الحمام على الحمام على طول على طول، كل الملابس بتتشال على طول في الغسيل علشان ما نلبسش حاجة طبعا تكون حاملة الفيروس او اي حاجة. احنا كمان نكون دايما وخصوصا الام بقى يعني تاخد الشاور حلو وبتغسل بيها كويس قوي، يكون في المطبخ عندها يعني صابون دايما في المطبخ فيه صابونه، لانها بتعرض نفسها لاي خضار هي جايباه لاي اكل اي حاجه هي جايه من بره، حتى لو كيس العيش اللي هي جايباه. بالظبط دكتوره. كان في الاسر مفككه اللي هي يعني الاسره اللي ممكن يكون الزوج ساب الاسره، في انفصال بين الزوج والزوجه، اولادهم اكيد بيبقى عندهم يعني زي ضيق زي يعني مخنوقين ميول نفسي يعني بالظبط، فما هيبقوا داخلين على المدارس برضو، يعني الاب كان بيودي مثلا ابنه المدرسه، الام كانت بتودي ابنها المدرسه، فهو يعني باباه توفى مامته، ففي حاله نفسيه يعني الطفل بيكتسبها او بيبقى متضايق منها. ازاي الاب لو هو يعرف ازاي يتعامل مع ابنه مع بنته في الحاله ديت؟ بصي، هي كورونا فقدتنا ناس كتيره، مش بس تفكك اسري، هنقول فقدتنا ناس فعلا، يعني في ناس كتيره قوي توفت في حالات الظروف اللي احنا فيها دي وتوفوا بسبب كورونا. الله يرحمه، ربنا يغفر لهم يرحمهم يا رب. بس احنا لازم كمان ولادنا اللي هم بقى اليتامى او تفكك اسري او اي حاجه، احنا مش هنقول لهم ان يعيش طبيعي ما فيش حاجه، لا طبعا لا، هو لازم هو يعبر ولازم يفهم قدر المشكله اللي هو فيها، ولازم كمان نفهمه ان دي ظروف كل واحد فينا ربنا بيخليه في وضع معين وبيديله ظروف معينه،
فاكيد احنا ربنا بيحبنا، فعشان كده ادانا الظروف دي فميزنا عن غيرنا. بس هي نفسيته بتبقى متغيره صح يا دكتوره؟ طبعا وبيحس بالحاجات دي كلها، وخصوصا بقى في فتره المدرسه، الاسر المفككه اللي بتشوف ابهات فعلا زي ما قلتي بيوصلوا للمدرسه، او الولاد بقى مع بعض ليهم، بابا هو اللي جاب لي دون، بابا جاب لي شنطه المدرسه، ماما جابت لي، ماما هي اللي عملت لي. بتبقى مشكله. طبعا مشكله جامده كمان، مشكله جامده يعني. بس احنا ممكن الاب او الام اللي فاقد الجزء الثاني او الزوج الثاني، لازم ان احنا نعمل عمليه بقى طول الوقت للولاد دعم. الدعم ده بيجي عن ان انا حاسس بالمشكله، وان فعلا ان احنا عندنا مشكله، بس احنا اقوى من الظروف اللي احنا فيها. بس الطفل هيفهم الكلام ده؟ هيفهم. الاطفال بتحس وبتفهم كويس قوي، ولكن هي محتاجه عمليه تكرار طول الوقت، وندعمه بالحب، بالحنيه، بالاحضان. ندعمه كمان بان احنا دايما بنحكي قصص، ان احنا في ظروف اكتر منا، يعني في ناس زينا، مش احنا الوحيدين. طب لو انا فاقد الام، الاب يعمل ايه؟ يعني لو الام ما شاء الله يعني ربنا يخليك الام هي دي بامانه يعني، لكن لو هو الام الولد او البنت مفتقدها، الاب يعمل ايه؟ هو هنا الاب بيبقى عليه دور كبير قوي. الاب في يعني دايما، خصوصا الرجاله او الابهات ما عندهمش صبر زي الام. اكيد. فاحنا بنعمل حاجه من الاثنين، لا اما بنخلي حد، مش هقول ام بديله او، بس لازم يكون في حد هو اللي قايم بالدور ده شويه، او بيدعمه معاه، بيدعم معاه طول الوقت. تمام. يعني بيديله دايما بيكون سبورت ليه، عشان هما الاثنين يبقوا مع الولد. تمام. ف شويه اول يوم المدرسه لو في تيتا قاعده معانا، هي اللي بتقوم بالدور ده، دور الساندوتشات، دور التلبيس الصبح، وخصوصا اول اسبوع من المدرسه هنبقى محتاجين ان دايما يكون في حد طول الوقت معانا وبيرعاهم. يعني يا دكتوره اصلا يعني الاب مش عارف يتعامل زي الام ما بتتعامل، هي الام يعني لو ما انا بقول لحضرتك، يعني لو الاب مثلا لا قدر الله هو المتوفي، الام هتتعامل وهتعرف تسيطر، انما الاب ازاي يتعامل بحاجه زي كده؟ ما هو الاب بقى هيقوم بالدورين، هو لازم يقوم بالدورين. افرض ما عندهوش مش عارف القدره مثلا، ما عندوش القدره اللي هو يعمل كده، لازم بقى يدور على حد سبورت ليه، اخته، مامته، اذا كان في زوجه تانية، ولكن الزوجه التانية بتراعي، مش اجيب حد يبقى على نفسيه الولد. يعني ده المقصود. لا كده بقى هنعمل له نفسيه اصلا، بعد كده هيتعالج نفسيا، ده هيبقى اكتر يعني. اذا ما كانش هتبقى مشكله مع نفسه، يعني فقد امه وهيتعالج نفسيا. لا في ناس فعلا بتبقى حياتها هي ولادها. يعني انا بشوف شخصيات كتيره لو الام غابت هو بيقوم بالدورين دول، يعني هي سرعه الحياه وتت الحياه ما بقتش مديه فرصه بصراحه للرجاله ان هم يعملوا اي حاجه تانية. لا الناس يعني الرجاله مش عشان انا صدقيني الراجل، لا بس الرجاله بجد تعبانه. والفتره اللي فاتت دي بالذات يعني في اللي بيطلع من الشغلانه من هنا لهنا لهنا. الرجاله يعني تعبانه في ايه يا استاذ محمود؟ لا الرجاله تعبانه. هقول لحضرتك على حاجه، حضرتك دلوقتي تيجي تلاقي مثلا المعيشه دلوقتي بقت غاليه والدنيا، واحنا كلنا بنكافح. فبيطلع من شغل هنا بيروح شغل هنا. انت بتيجي بتروح البيت هتلاقي غداك جاهز، انما الست العامله بتروح تقف في المطبخ وتعمل وتجهز وتربي في عيالها، فما تخليش. لا انا اقول لحضرتك على حاجه. صح يا دكتوره ولا لا؟ ما تقارنش الست بالراجل. لا صدقيني انا مش بقارن. لا الست ليها كل الاحترام والتقدير، وصدقيني البيت هو الست دي بامانه. كفايه اللي انت تدخل من شغلك هتلاقي غداك، اول ما هتقول انت عايز تنام هتنام. بس مش غدا، المبدا مش غدا بس. بالظبط. هو انا هقول لك على حاجه، هو القصه مش قصه اكل بس، هو لو الزوجه مش موجوده هو هيقدر يعمل اكل بصراحه يعني. صح. هو هيقدر هجيب اكل من بره. بالظبط. هو هيجيب اكل، هتصرف. بس الست عليها مسؤوليات. أنا يا دكتوره كتير، هي عليها مسؤوليات كثيره جدا، بس في الظروف اللي احنا فيها دي والسنه بتاعت كورونا دي، فعلا الرجاله كان عليهم لود كتير جدا، لان في ناس فقدت شغلها. في ناس فعلا فقدت شغلها وهو مطالب، يعني لو حضرتك ما تشتغليش. صح. هو مطالب، نفسيته بقت تعبانه بجد. فبالتالي الفتره اللي احنا فيها دي، لا هي فعلا، لا انا عذر الرجاله في الفتره بتاعه كورونا، انما بعد كده لا. لا انا بتكلم على كورونا. لا في ضغوط بجد على الراجل، لان الراجل دلوقتي بقى يعني بقول لحضرتك يعني عنده ضغط مالي وعصبي ونفسي شديد، مع كمان مع احتياجات البيت والاولاد والمصاريف زادت الفتره دي. هي كل حاجه زادت، هي كل حاجه. واللي يعني كان بيشتغل شغل بعد الظهر قعد،
هي دي بقى المشكله، ان في ناس فعلا رجاله فقدت شغلها، فهي دي اللي فعلا المشكله. يعني لو حضرتك ما بتشتغليش هو مطالب ياكلك وياكل الولاد بالظبط، فهو ده اللي انا بتكلم فيه. يعني هو عليه لود الفتره دي بجد كتيره يعني، فمعلش بقى الله يعينكم. ربنا يعينهم بقى يا دكتوره خلاص. ربنا يعينكم يا استاذ محمود. ربنا يخليك يا استاذ. لا معلش. هي طب حضرتك بقى يا دكتوره بتنصحي ايه؟ تنصحي كل ام تعمل ايه مع ابنها وهو نازل الصبح؟ ما احنا قلنا الصبح دي دي مهمه قوي، دي مهمه جدا بقى. بس انت الصبح بتبقي مقومه بالعافيه، هتقومي تديله نصايح يا دكتوره؟ لا لا ننتظم السهر بقى ده خلاص هنلغيه. حتى لو هو نايم بدري والله يا محمود هيقوم. لا 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 يعني احنا لازم ننتظم، وبجد احنا بنناشد كل الامهات والابهات وانا اولهم عشان انا بسهر عيال عشان اعرف هيقولوا لي ايه. فما لا احنا لازم بجد ان احنا لازم ننام بقى بدري شويه. هو غصبا عنهم هيناموا لان هيبقى في صحيان بدري، ولكن عشان اصحيهم الصبح وما يدوكيش البوز المتين قوي ده. ده صعب جدا. ايوه دي عندنا كلنا. لو انت متعوده انك مثلا هتنزلي الساعه 7 اوكي، صحي من يعني من 6:30. يعني ادي مساحه. الامهات بيصعب عليهم يا دكتوره تقول لك خلينا من نص ساعه دي. معلش يعني هي النص ساعه دي مش ازاي؟ لا النص ساعه ما عشان هتقومه تديله تعليمات، انت مش واخد بالك. لا ما التعليمات دي بقى هي المفروض يعني من بالليل بقى. من بالليل بقى. يعني لازم احنا نقعد بقى طابور ونيس نسمع التعليمات. هو مهم جدا كمان وانا بوصل الولاد على باب المدرسه، وخصوصا اني اعتقد ان الباصات مش هتشتغل كتير زي الاول، فاعتقد ان الاسره هي اللي هتوصل. يعني رجاء رجاء، وفي المدارس الحكوميه دي انا بشوفها كتير قوي، بشوف تجمعات مهوله مهوله، وبالذات الامهات لما بتنتظر اولادهم. دكتوره كارثة. من باب المدرسه كارثة. ارجوكوا يعني ما فيش داعي، وخلينا في تباعد وكده كده ان شاء الله الولاد هيطلعوا لنا بالسلامه. مش لازم اروح استنى من 11:30 وهو هيخرج لي 12:30 مثلا عشان انا ما عنديش او ورايا ملتزمات ثانيه. لا المشكله بقى ان هم بيسيبوا كل حاجه ويمسكوا بقى المدرس فلان عمل كذا، المدرس الولد دكتوره نشجي بقى المدرسين كده يتعاملوا مع الكيجيهات يعني يحببوهم في المدرسه، يخلوا نفسيتهم تبقى كويسه. ما يقولكيش لا انا مش رايح النهارده عشان الميس دي بتضايقني، انا ما بحبش الميس ديت. الفترة اللي جاية دي مدرسين كمان عليهم لود كبير قوي. ليه بقى؟ لأني احنا بقى لنا سنة قاعدين وبنتعلم اونلاين، واونلاين ده بقى يعني كان جميل جدا للولاد. ليه بقى؟ طبعا هو قاعد على السرير وقدامه اللابتوب وقدامه بقى اللاب او قدامه التاب ونايم على السرير ومش يعني نادرا لما كان بيفتح الكاميرا، والحركات بقى اللي بتحصل اصل الكاميرا مش شغاله اصل النت ضعيف، يعني بشوف انا الحركات دي كتير. احلى تعليم ده. احلى تعليم. احلى تعليم على السرير. على السرير. لا الفتره اللي جايه دي بقى المدرسين احنا لازم نعمل عمليه استرجاع للمعلومات للي فات. احنا مش هينفع نبدا كده اول ما ندخل هنروح مدين معلومات على طول. يعني انا عارفه ان اللود عليهم كبير قوي، وعارفه ان المنهج كتير وعاوزين يلحقوا يخلصوا، وكمان لا قدر الله ممكن الظروف تسوق فهنقعد في البيت تاني. تمام. وهم ملتزمين بمنهج لازم يوصلوه. تمام. يعني احنا مقدرين المشكله دي. تمام. لكن في نفس الوقت لازم يكون في رحمه للولاد، دول بقى لهم سنه قاعدين في البيت. يعني احنا داخلين فعلا على سنه، احنا بقى كورونا بقى لها 7-8 شهور اهي. بالظبط يعني. قعدنا فتره طويله جدا ما بنعملش حاجه، وكان حياتنا كلها لعب وتلفزيون وتاب وفني، الحياه كلها فني. دكتوره هند معلش طبعا اللقاء مع حضرتك ممتع. بس كنت عايز حضرتك كلمه اخيره للاسره المصريه. نتبع التعليمات والنظام، النظام حلو بجد عشان نحافظ على اولادنا ونحافظ على بيوتنا. النظام حلو، خلينا نتبع التعليمات ونسمع ونحافظ على صحتنا وبلاش اكل من بره، والامهات تتعب شويه وتعمل العصاير في البيت وتعمل الاكل الصحي في البيت، ونحافظ على الدنيا ونحافظ على صحه ولادنا علشان ربنا يكرمنا والحياه كلها ترجع زي الاول. احنا افتقدنا الحياه. بشكرك يا دكتوره هند فارس استشاري العلاقات الاسريه والتربويه، وان شاء الله في القاعه الكوميدي. ميرسي ربنا نورتينا يا دكتوره النهارده والله. ان شاء الله تسلم. ميرسي ربنا يكرمك. اسعدنا بحضرتك ان شاء الله. فاصل ونتواصل ان شاء الله.